تعهد رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويزمان بتحقيق نمو اقتصادي خلال هذا العام 2019 بنسبة لا تقل عن 3%. تصريحات غرويزمان جاءت في أول اجتماع تعقده حكومته خلال هذا العام، ناقشت فيه العديد من القضايا وعلى رأسها مسألة إصلاح الطرق. اليوم نخطط لمدة 3 أعوام قادمة. دعونا نعطي أبسط مثال، بناء الطرق الأوكرانية. فاليوم يمكننا بالفعل التنبؤ بحال الطرق التي نسير عليها وفق تقديرات زمنية محددة.